أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى آلك المظلومين النجبى الناؤون عن الأهل والأوطان ومن بكى عليهم كل مخلوق كان. يا ليتنا يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ولم أزل ساهرا لفرط شجوني وهمومي تراكمت كالسحاب. إن أتى الليل قلت يا ليل مهلا لا ترعني بفرقة وذهابي. إنني إن خلوت منك بنفسي أتسلى بزفرة وانتحابي. صاح إن جئت يثرب فتطلع في ثراها والثم ثرال أعتابي. فمن المعزي حجة الله موسى بأبيه قضى. فيا لال مصابي قضى جعفر بالسم فدته نفسي بعد طول الأداء. من الأجناب يم الحسن نصبي على الصادق عزيه بالسم كبده مقطعة وداق المني. الله يعظم أجرك بفقدك هالبدو خليات منازلهم وهاما وسط البرو. ولالك يا زهرة يا في زمانك ساعة تسرو شغلك الماتم كل صباح وكل مسي. قوم السقيفة للمضى لمسيس الساعة
تبعوا أثرهم بني أمية وبني العبا جاروا على العتراية يا زهرة قوم الأرجاء شرقوا غرب شتتا وشملك يا شوفي واليوم يا زهراء يا زعيم الدين جعفر بالسم كبدة مقطعة والله أكبر شبل الكاظم يندبي والدمع ينثار ينادي مصابك كرر الوحش علي جالج خبر بمصيبته يم الايمه لو يا حزين لها الوكيت ما جاش علمه فارق الدنيا وقلبه مقطع بسمه وظلمت داره عقاب ما كانت مضيه جواب لسان الحياة من بضعة الهادي والله يا شيعة من الحزن دايب وفاد ليلي ونهاري في بجب مات مولادي أصبح حزين باكية وامس بعزي أنا ما دوبي إلا لابسي حلة الأحزان على اللي بر الطبية واللي في خراب وبالمدينة والذي في أرض كفار واللي يدفعنا وفي طفوف الغار ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولانا ومقتدانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه السائلين من الله ومبتهلين إليه أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأن لا يخرج هذه الأنفاس إلا على محبته وولايته وأن يقر أعيننا وأعينكم برؤية قبته عالية تضاهي السحاب رغم أنوف الظالمين. أحبتي إن من المفاصل المهمة ونحن نمر في سيرة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام نتساءل تساؤل مهم ربما أثير ويثار في بين الفينة والأخرى نشوء مذهب التشيع. نحن في عقيدتنا أن التشيع والإسلام ولدا في رحم واحد ففي اليوم الأول لبروز نور الإسلام كان التشيع مرافقا للإسلام التشيع هو الانتماء لمنهاج علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: أولكم ورودا علي الحوض، أولكم إسلاما من؟ علي بن أبي طالب. نبئ المصطفى يوم الاثنين ووصلت جناحه بالصلاة يوم الثلاثاء، عبدت الله وما على وجه الأرض يعبده غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن في معتقدنا أن التشيع والإسلام ولد في يوم واحد وعاش في مرحلة واحدة. ليس هناك مذهب يسمى التشيع، هناك إسلام صحيح تحت اسم التشيع. الإسلام هو التشيع، هذا ما نعتقده. نحن لا نقول أن التشيع له تاريخ نشأة وله تاريخ ظهر فيه وتبلور فيه، لا، نحن نقول التشيع والإسلام وجهان لأمر واحد، لمعتقد واحد، لممارسات واحدة. إذن يأتي السؤال: كيف توفقون بين هذه العقيدة وبين نسبة مذهبكم لجعفر بن محمد؟ أليس جعفر بن محمد عليه السلام زمانه متأخرا عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألستم تدعون بالجعفرية؟ ألا تنسبون لجعفر بن محمد؟ فإذا كان الأمر كذلك فهناك تناقض، هل أن مذهبكم نشأته من زمان رسول الله أم نشأته في زمان الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ للإجابة على هذا الكلام هناك نظريتان أو قل رأيان. الرأي الأول، قال: قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن أفرق بين أمرين رئيسيين. شنو هالأمرين؟ قال: هناك تشيع عقدي وهناك تشيع فقهي. التشيع العقدي أي المعتقدات التي يتبناها وتتبناها مدرسة التشيع. التشيع الفقهي هو المناهج الفقهية والمدرسة الفقهية الاستنباطية التي يستنبط منها التشيع أحكامه وعباداته. إذا فرقنا بين الأمرين، النظرية تقول أنه التشيع على المستوى العقائدي قديم بقدم زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وزمان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن التشيع الفقهي كمدرسة فقهية استنباطية اجتهادية هي نتاج زمان جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فتبلور المدرسة الفقهية في زمان الإمام الصادق عليه السلام، ونشوء المدرسة العقائدية قديم في زمان رسول الله وفي زمان أمير المؤمنين. يرد على هذه النظرية أمر مهم. هذه النظرية لا يمكن القبول ولا التسليم بها أبدا، لأن الخلاف الفقهي ظهر في زمان رسول أو في زمان أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله. فعلى سبيل المثال للحصر أضرب مثالين: بعد وفاة رسول الله اختلفوا في الوضوء علي ومجموعة من الصحابة، قالوا أن الوضوء غسلتان ومسحتان، غيرهم من الصحابة قالوا لا، لا مسح في الوضوء وإنما كله غسل. إذن هناك واقع اختلافي فقهي، فمنهاج علي الفقهي منهاج قديم بقدم المذهب العقائدي أو بقدم التشيع العقائدي. هذا مثال واحد. مثال اثنين: البسملة. البسملة آية في القرآن بحسب المنظور الفقهي الشيعي. الفكر المناوئ يقول البسملة ليست آية إلا في موضع واحد، في سورة الفاتحة، وحتى في سورة الفاتحة لا يجهر بها.
فكان أمير المؤمنين ممن تبنى مدرسة البسملة آية في القرآن ويجهر بها حتى في الصلوات الإخفاتية. فهذا الأمر يوقفنا على أن التشيع الفقهي والتشيع العقائدي في زمان واحد لا في زمانين مختلفين. النظرية الثانية بعد أن رددنا النظرية الأولى خلي نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية قالت لا هناك رأي آخر. شنو هالرأي هذا؟ قالت النظرية أن التشيع ينسب للإمام الصادق، لأن في زمان الإمام الصادق ظهرت ونشأت المذاهب وتصارعت التيارات الفكرية العقائدية الفقهية. حينما تصارعت تلك التيارات الإمام حافظ عليه السلام على صورة الإسلام. من الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس أن ينسبون التشيع لمن؟ للإمام الصادق عليه السلام. الإمام ما جاء بمذهب بدع وما جاء بمذهب جديد. أبو حنيفة النعمان ابتدع منهاجا، مالك ابن أنس ابتدع منهاجا، فسمي المذهب المالكي، المذهب الحنفي، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي. جعفر ابن محمد ما ابتدع دينا وما ابتدع منهاجا، وإنما حافظ على الإسلام. هذا الإسلام الذي حافظ عليه جعفر بن محمد فيما بعد ماذا؟ سمي من يتبعه ويمشي على منهاجه جعفريا، لأن هذا المنهاج منهاج اختاره جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صار واضح؟ ليجي واحد يصير عند اشتباه أن الإمام الصادق أنشأ التشيع كما أنشأ مالك مذهبه وكما أنشأ أبي حنيفة مذهبه واخترعه من لا شيء ووضع قواعد وأصول وأصل لشيء غير موجود. الإمام الصادق عليه السلام جاء بالحفاظ على الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح هو التشيع، لذلك من التزم بهذا المنهج انتسب للإمام، لأنه زمان ينتسب كل فكر فيه إلى صاحبه. بعد هذه المقدمة دعونا نقف على أساليب الإمام في تحصين الإسلام من العقائد والتيارات المنحرفة. الإمام اتخذ 4 مناهج رئيسية. الأسلوب الأول إنشاء جامعة علمية ضخمة مقرها مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الإمام الصادق عليه السلام هو المشرف على إعداد وتهيئة هذه الجامعة والتنوع الفكري والعقائدي والفقهي الذي تطرحه وتقدمه هذه الجامعة. وقد امتازت هذه الجامعة بميزات ما امتازت بها جامعة فكرية سبقتها ولا تلتها. امتازت بالشمولية في الوقت اللي كل المدارس وكل الجامعات تتخصص في فن من الفنون، مدرسة الإمام اتسعت حتى شملت كل العلوم المثارة في زمانها. فها هو يدرس الفقه والفلك والهيئة والكيمياء والفيزياء وكل علم انبثق وشاع وراج في ذلك الزمان. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان له قصب السبق فيه. الآن لست في مجال أن أطرح أمثلة، وإنما أضع بين يديك أيها المستمع الكريم مصدر أن شاء فليراجع وليتزود في هذا الباب. هناك كتاب لأحد الدكاترة المعاصرين الدكتور محمد يحيى الهاشم، عند كتاب اسم الإمام الصادق ملهم علم الكيمياء، يذكر في هذا الكتاب نماذج من الإثراءات الصادقية لعلم الكيمياء ونتاجه عليه أفضل الصلاة والسلام، وإثراءاته لعلم الفيزياء ولعلم الطب. لذلك
يذكر أو يذكر أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما ترك فناً من الفنون إلا وكان له قصب السبق فيها وقصب التقدم والتطور في ذلك العلم. الأسلوب الثاني، وإن أخذني الوقت سريعاً، الأسلوب الثاني عليه الذي مارسه الإمام في تحصين الفكر الإمامي الإسلامي من الهجمات الانحرافية للأفكار التي استوردتها الأمة الإسلامية وشجعت السياسات القائمة آنذاك على تثبيتها في الواقع الاجتماعي آنذاك، مارس أسلوب إعداد كوادر تنزل إلى المجتمع. للأسف الشديد اليوم حوزاتنا ما تخاطب المجتمع، حتى الخطاب اللغة اللي الحوزة تستخدمها لغة بعيدة عن المجتمع، مجتمع بوادي وإحنا كرجال دين بوادي آخر. اللغة المستخدمة لما تجلس ويا طالب علم يحدث العوام بلغة تدرس في الحوزات لا يفهمها إلا ذوي الاختصاص. في الواقع اللي نحتاج إلى تحديث مفردات تكون هذه المفردات وسائل اتصال بين العلم الحوزوي وبين الواقع الاجتماعي للأفراد الذين يعيشون في المجتمع. الإمام أدرك هذه الحالة، أدرك أن وصول الأمة إلى المرجع الأعلى وهو الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في زمانه أمر صعب، يحتاج أن يكون هناك بين الناس وبين الإمام وسائط. الوسائط منو؟ الوسائط تلك الكوادر التي أعدها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا هشام بن الحكم، وهذا محمد بن مسلم، وهذا مؤمن الطاق، وهذه نماذج أعدها الإمام لكي تكون في أوساط الساحة وعندها اتصال بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وراح يشرف على تلك الكوادر من الخلف. خل أعطيك مثال شوي، خل نطلع من طور التنظير ندخل إلى الأمثلة ربما تجعل من الفكرة أكثر وصولا إلى المستمع. هشام بن الحكم شاب صغير لكن امتاز بالمناظرة، امتاز بعلم الكلام، شجعه الإمام وراح يقذفه في المناظرات. في بداية أمره كان يستحي من الإمام. الإمام يوم من الأيام سمع بأن هشام بن الحكم جرت بينه وبين عمرو بن عبيد مناظرة ومحاججة، أراد الإمام أن يكسر هذا الحاجز بين هشام وبينه. قال لي يا هشام أخبرني ما جرى بينك وبين عمرو بن عبيد. قال سيدي اعفني فإني أستحي منك وأهابك. قال يا هشام إذا أمرتكم فاسمعوا وأطيعوا. فقال لبيك يا ابن رسول الله. اسم سيدي ومولاي، أنا سمعت أن عمرو بن عبيد فتح درسا في جامع البصرة ينتقد فيه أمر الإمامة ويسخف عقول الناس في أمر الإمامة، يسخر من الإمامة. يقول أنا شلت روحي من المدينة رحت إلى البصرة، وصلت إلى المسجد الأعظم في البصرة ضحى الجمعة قبل الصلاة، وإذا به قد جلس واحتاطت حوله طلابه فلا يكاد يرى من كثرتهم. زحام عنده، بصرة معروفة بالنصر. يقول أنا جيت جلست وضعت شملتي على رأسي، من أنواع التخفي. يقول وصرت أزحف بين الجالسين حتى اقتربت فواجهته وجها إلى وجه، فقلت له يا شيخ مسألة. قال سل بني. قلت له يا شيخ ألك عينان؟ قال ما أسخف ما تسأل. قلت يا شيخ خذني بحلمك وأجبني. قال بلى. قال ما تصنع بهما؟
قال لي أرى بهما الأشياء وأميز بهما الألوان. قلت يا شيخ ألك أذنان؟ قال بلى. قلت ما تصنع بهما؟ قال أسمع بهما الأشياء. قلت يا شيخ ألك شفتان؟ قال بلى. قلت ما تصنع بهما؟ قال أتذوق بهما الأشياء. قلت له يا شيخ ألك يدان؟ قال بلى. ما تصنع بهما؟ قال أدفع بهما عن نفسي الأذى وأجلب لنفسي ما تحتاج من احتياجاتها. قلت له يا شيخ ألك رجلان؟ قال بلى. ما تصنع بهما؟ قال أقضي بهما حوائجي. قلت يا شيخ ألك قلب؟ قال بلى. قلت ما تصنع به؟ قال هو أمير الجوارح وإمام الجوارح. قلت يا عجب الله يا شيخ، أجوارحك سقيمة؟ قال لا، جوارحي سليمة. قلت فإذا كانت جوارحك سليمة فما حاجتها للقلب إذا؟ فقال لي ويلك يا غلام، أما علمت أن الجوارح تشتبه؟ فإذا اشتبهت أرجعت أمرها للقلب فيميز بينها ما اشتبهت فيه. فقلت له يا سبحان الله يا شيخ، جوارحك وأنت ابن آدم ما تركها الله بلا أمير يتأمر عليها ويميز خبيثها من طيبها ويفصل فيما اشتبهت فيه، أفيترك كونا عريضا فسيحا وخلقا بلا حاكم وبلا أمير وبلا إمام؟ تبسم الإمام الصادق عليه السلام، قال ما قال لك؟ قال لي لعلك هشام بن الحكم. قلت بلى أنا هو. فقال إن حداثة سنك لا تؤهلك لهذا، إن هذا قول شيخ المدينة جعفر بن محمد. تبسم الإمام وقال يا هشام بلى، إنه مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. الأسلوب الأخير، الإمام نزل بنفسه الشريفة يواجه الانحرافات، يناظر بنفسه. وراح أعطيك شاهدين وأختم وياك. الشاهد الأول مناظرة الإمام مع أبي شاكر الديصاني. ظهرت فرقة الإلحاد في زمان الإمام الصادق عليه السلام والملاحدة، وقادوها أربعة: البصري وأبو شاكر الديصاني وابن المقفع وعمرو بن عبيد، لأن هذا فيما بعد صار ملحد الرجل. قادوا فرقة الملاحدة. أبو شاكر الديصاني كان عندهم أن الكون بلا خالق، وكان من عارض القرآن أيضا. هذا يوم من الأيام يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، دخل وجلس في زاوية ساكت إلى أن غص محفل الإمام بالناس. رفع صوت، قال يا أبا عبد الله دلني على معبودي. الإمام تبسم، قال إلي إلي، حتى قربه إلى نفسه الشريف، رفع يده صار يربت على فخديه. إلى جانب الإمام طفل يلعب ببيضة. الإمام نادى يا غلام ناولني هذه البيضة. ناولها الإمام. صار الإمام يقلبها في وجه أبي شاكر الديصاني. اليوم يسمونه علم البرمجة اللغوية العصبية، يريد يستفز كل حواسه وكل قواه على أساس يتحفز لما سيأتي من إجابة. قال لي يا أبا شاكر، هذا، وهو يشير إلى البيضة، حصن مكنون عليه جلد غليظ، تحت الجلد الغليظ جلد رقيق، تحت الجلد الرقيق
فضة دائبة ودهبة مائعة. لا الفضة تختلط بالذهب ولا الذهبة تختلط بالفضة. لا يعلم للذكر خلقت أم للأنثى. تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، يخرج منها الأحمر والأبيض والأسود. لا يدخل إليها داخل ينبئ عن صلاحها، ولا يخرج منها خارج يخبر عن فسادها. يا أبا شاكر، أترى لهذا الحصن من مكون؟ هذا نكس راسه، أجال بالفكر طويلا. شو يقول أمير المؤمنين؟ إذا ناقشني العالم غلبته، لأن العالم يسلم إلى المقدرات المنطقية، الجاهل على العكس تماما. إذا قلت له هذا جدار، قال ومن قال لك هذا جدار؟ هذا جهاز، قال لك ومن قال لك هذا جهاز؟ فلا تصل معه إلى نتيجة. لكن العالم يسلم. هذا نكس رأسه ثم رفع رأسه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك المصطفى رسول الله، وأنك حجة الله على خلقه. المناظرة الأخيرة في هذا الباب مناظرته مع أبي حنيفة النعمان. يدخل عليه أبو حنيفة النعمان وهي أبو الحسن الشيباني. أبو الحسن الشيباني يقدم أبو حنيفة للإمام: سيدي أبا عبد الله، هذا فقيه أهل العراق. التفت الإمام، قال: أنت فقيه العراق؟ قال: بلى. قال: وبماذا تفتي؟ قال: بالقرآن. قال: أو أنت من أهله؟ قال: بلى. قال: أو تعلم ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابه؟ قال: بلى. قال: إذن أخبرني عن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أين هذا؟ قال: ذاك بسيط، ذاك الطريق بين مكة والمدينة. التفت الإمام إلى جلسائه، قال: أنشدكم الله، أتسيرون آمنين من السراق والقتل بين مكة والمدينة؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال: يا أبا حنيفة، الله أصدق القائلين ولا يقول إلا حقا. يا أبا حنيفة، أخبرني عن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن دخله كان آمنا، وين؟ قال: يا ابن رسول الله، بيت الله الحرام. قال: يا أبا حنيفة، أنشدك الله، أما دخله عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير وقتلا فيه؟ قال: بلى. قال: فكيف كان آمنا إذن؟ قال: يا ابن رسول الله، إنما أنا صاحب قياس. قال: أقست رأسك؟ قبل تصير صاحب قياس أنت قست رأسك؟ قال: لا، ولست بحاجة. قال: إذن أسألك، لم جعل الله الملوحة في العينين والمرورة في الأذنين والحلاوة في الشفتين؟ قال: لا علم لي بذلك. تدخل أبو الحسن، قال: سيدي، لا تمضي عنها، أخبرنا بها، خبرنا ليش، هل نريد نعرفها؟ قال: يا أبا الحسن، لقد خلق الله العينين شحمتين، فلو لم يضع فيهما الملوح لدابتا، وخلق الأذنين
مفتوحتين، فلو لم يضع فيهما المرورة لدخلت هوام الأرض والدواب والحشرات إلى رأس الإنسان فقتلت، فجعل ذلك السائل المر حاجبا عن دخول الحشرات لرأس الإنسان، وجعل الحلاوة في الشفتين لكي يهنأ بمطعمه ومشربه. قال يا أبا حنيفة ألا زلت تقول إنك فقيها؟ قال بلى. قال أخبرني يا أبا حنيفة أيهم أعظم، القتل أم الزنا؟ أجرت المناظرة اللي أنت تعرفها وسامع عنها من الخطبة، قضية القاتل وقضية البول والماني وقضية الشهود في الزنا وقضية الصلاة والصيام بالنسبة للحائض. قال يا ابن رسول الله إنما أنا فقيه في الحدود. الرجل عنده إصرار، قال الإمام زين أنت فقيه في الحدود، أسألك في الحدود، أخبرني عن أعمى فقأ عين صحيح بماذا تحده؟ وإحنا نعرف أن الجروح الأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا واحد أعمى فقأ عين صحيح، شنو حده؟ قال ما أعلم. قال أقطع قطع يد صحيح ما حد؟ قال لا أعلم. يا ابن رسول الله إنما أنا فقيه في فقه المسلمين. قال زين أسألك في الفقه يا أبا حنيفة، رجل عنده عبد تزوج هو وعبده في ليلة واحدة، بنيا بزوجتيهما فحبلتا من تلك الليلة، زوجة العبد وزوجة السيد حملت، فسافر فوضعتا كلا منهما ذكرا، فسقط المنزل على المرأتين فماتتا. رجع السيد وعبده وجدا طفلين، أيهما ابن السيد وأيهما ابن العبد؟ أيهما المالك وأيهما المملوك؟ كسر راسه. قال يا ابن رسول الله إنما أنا فقيه في مباعث الأنبياء. قال للإمام زين أسألك في مباعث الأنبياء، أقرأت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ قال بلى. قال لعل منك شك وتردد. أنا الآن ما أدري صار وقت المغرب لو ما صار أشك، لكن الله جل وعلا يشك بأن فرعون يتذكر أو يخشى؟ نكس رأسه ما عنده جواب. قال أجيب، ألست فقيه أهل العراق؟ ألست تفتي بكتاب الله ومن من أوتيته؟ قال لا علم لي يا ابن رسول الله، أتوب إلى الله من القياس؟ قال قم لا تتوب، إن حب الرئاسة ليس تاركك كما لم يترك من كان قبلك. وبقى الإمام يملأ الدنيا علما ومعرفة حتى ضاق صدر أبي جعفر المنصور به، وحاول المرة تلو الأخرى في تصفية الإمام، مر يجيبه يوقفه 3 ساعات، يأمر بقتله فيظهر الله له تلك الكرامة، مر يأمر بحرق دار الإمام إلى أن أعيته السبل، لجأ إلى وسيلة الجبناء أن دس سما نقيعا عن طريق واليه على المدينة محمد ابن سليمان في عنب، ما أنداقه الإمام حتى أحس من فيه إلى سرته من يقطعها بالسكاكين أو يشرحها بالمواسي،
صح ونادي إماما ويا سيدا، أمر أن يفرش له فراش المرض، إن ضجع على ذلك الفراش يرفع يدا ويضع أخرى من حرارة السم. يقول أحدهم: دخلت على الإمام نظرت إلى جسده وقد دبل، صحت يا ابن رسول الله وخنقتني العبر. التفت إلي قال: من ما بكاؤك؟ قلت: سيدي أبكي لما أرى من ضعفك وحالك المتهالك. قال: يا هذا، أما علمت أن المؤمن على خير إن قطعت أعضاؤه وإن ملك بين المشرق والمغرب؟ ثم قال: وجهوني إلى القبلة، وجهوه إلى القبلة، ادعوا لي أهل بيت شيعتي. ازدحموا على بابه، فتح عيناه، أجالها في عياله، قال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. ثم أغمي على الإمام. أهل العين مزدحمون على البايا، كلما ضجت النساء ضج أهل العلم لضجتهم، الكل ينادي وإماما وسيدا ونجعفر الصادق على فراش المنية، وأن تهز الطود لكنها خفية من حولها، ولاده يهل دموع العيون، هذا سخين العين يبكي وداك مغبون، واهل العلم في المدرسة العظمى يلوجون. يا للأسف ناصر الملة الأحمدي في تلك اللحظة الإمام فتح عينه وهو ينادي: وجدا وحسينا. التفت إليه الإمام الكاظم: أبا ألا زلت تذكر جدك الحسين؟ قال لي: يا بويا بالحزن عمرك قضيت، فت الحزن قلبك وجدك ما نسيته، إيش حال قلبك لو على الغبر رأيته؟ الله يعين الشاهد واسمع ونين. قال: بني يا موسى، أين رأسي الآن؟ قال: أبا رأسك في حجري. قال: ولدي، لكن يوم عاشورا أين كان رأس الحسين؟ رأس الحسين يا شيعة، آخر ساعة من ساعات الجمعة، وقت الغروب، وقت استجابة الدعاء، توجهوا إلى كربلاء، آخر ساعة، رأس الحسين يمرغ تحت رجلي شمس، وقد مكن السيف من منحر الشريف. عظم الله أجوركم. ثم قرأ ياسين، فلما ختمها أطبق فاه وعرق جبينه وسكن أنينه،
ثم تلا قوله تعالى لمثل ذلك فليعمل العاملون ثم فاضت نفسه المقدس ألمن منادي وإماما ألمن منادي وسيدا ألمن منادي وجعفرا رفعه الإمام الكاظم وضعه على المغتسل غسله وكفنه ثم وضعه على سريره نادى أيها الناس تناولوا جنازة إمامكم ما أدري الآن هذه الساعة هناك علم أسود على قبر الإمام أم لا ما أدري هذه الساعة هناك من يبكي على قبر الإمام خبروني اللي جايين من المدينة شفتوا أحد يبكي عند قبر الإمام شفتوا علام أسود على قبر الإمام رفعت الجنازة يلا يلا خلنا نشيع الإمام ها شالوا الجنازة للبقيع شبول وسباع مروا بتابوته على مكسورة الأضلاع سمعوا حنين أم البتولة باطن القايع تنادي خلق الله اشتعل قلبي بزفيرة كشفوا لحد عني ابطلع لابني اليوم جبدي مثل جبدي جرحوها بحر السموم وانا يشيع في عز جده المظلوم ابكي على اللي جثته ظلت عفير واره الكاظم والده وتحنت ضلوعه روات راب القبر من جاري دموعه ينادي عز راح ما نرقى برجوعه شمته تعدانه والذي راد العدونا قول وقد راحوا به يحملونه تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال شافي مرضانا.